أهلا بحضراتكم من جديد. قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإسناد تنظيم البطولة كأس العالم للأندية 2022 للمغرب، ودي مش المرة الأولى اللي المغرب بينظم فيها البطولة، وده كان عقب الاجتماع المكتب التنفيذي للفيفا. وفقا للوائح بطولة كأس العالم للأندية المفروض أنه لا يسمح بمشاركة فريقين من نفس البلد لداخل البطولة. هيشارك النادي الأهلي ازاي؟ الناس بتتكلم، طب ازاي النادي الاهلي هيشارك في هذه البطوله؟ النادي الاهلي بيشارك بصفته وصيف دوري ابطال افريقيا، لانه الوداد المغربي بيشارك بصفته البلد المستضيف. هنتكلم مع حضراتكم اكتر عن مشاركه النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه للمره الثالثه على التوالي والثامنه في تاريخه. دلوقتي معانا على التليفون الناقد الرياضي هاني عبد الصبور. مساء الخير على حضرتك استاذ هاني. واختيار المغرب ل يعني هذه البطوله، ودي مش المره الاولى، حضرتك شايف ايه الاسباب ورا ده؟ بالفعل المغرب النهارده نجحت في اقناع الاتحاد الدولي فيفا في تنظيم كأس العالم للأندية النسخة المقبلة في فبراير. المغرب مش أول مرة تنظم، عندها بنية تحتية بيقدموا، هم الحقيقة يعني هم الموضوع ملوش علاقة يعني بما تفعله المغرب في كأس العالم، لأنه الناس يعني بتتكلم عن ده. أكيد المشاركة المغربية الكبيرة طبعا المشاركة في كأس العالم أكيد ساهم في زيادة الشعبية بالنسبة للاتحادات المغربية أو الاتحاد المغربي في طبعا في الفيفا والكلام ده كله، في اعتبار أنه هو أثبت أنه هو اتحاد قاري ناجح من أنجح الاتحادات القارية أن يتواجد في المربع الذهبي للمونديال، ولسه عنده فرصة ينافس على المركز الثالث في المونديال والميدالية البرونزية. فده طبعا دليل وإثبات أنه هم من أفضل الاتحادات القارية في أو أفضل الاتحادات المحلية يعتبر في الفيفا كلها. ده الجزئيات الثانيه في تنظيم البطولات، زي ما بقول لحضرتك هو تنظيم كاس العالم للانديه موضوع بسيط، الموضوع مش صعب جدا، مش هي مونديال بيجمع 32 منتخب، مش بطوله قاريه كبيره، كانت مصر عندها القدره على التنظيم، لكن يعني حصل ما حدش تقدم بطلب التنظيم، وكنا المفروض نستغل ده عشان نقدر ننظم كاس العالم للانديه، على اعتبار ان احنا هنوري الناس مصر عندها القدره ازاي نستقبل البطولات دي، خصوصا ان احنا داخلين في الملف التنظيم لكاس العالم 2030، الملف المشترك اللي كنا بنتكلم عنه الفتره اللي فاتت. لكن واما ان الاختيار كان ما بين الدوحه او ابو ظبي والمغرب، تم الاستقرار على اسناد البطوله للمغرب، ربما جزء منه زي ما قلت لحضرتك دي نجاحات المغرب الاخيره في مونديال قطر 2022، وده يعني من حسن حظنا ان الاول مره نشوف حاجه تيجي لصالحنا، يعني اول مره نشوف قرارات تتاخد بعيد عننا. طيب عشان الناس تفهم، في لائحه تنظيميه بتقول كده، بتقول انه الدوله المنظمه اللي بيشارك يعني عنها الوداد المغربي كده خلاص بقى في فريق يعني موسع عن الدوله المنظمه. الاهلي بقى داخل بصفته الوصيف، قول لي يعني لو تفهم الناس ده، في لائحه بتقول الكلام ده؟ علشان في حديث انه الناس بتقول لك دول بيجاملوا الاهلي، فعايزين نفهم لحضرتك. يعني الفيفا مش هيجامل الاهلي، ودي هنقول فيها نقطتين. النقطه الاولى ان لائحه تنظيم كاس العالم للانديه الماده الرابعه بند 2 فيه بيقول ان ممنوع ان يشارك فريقين من الاتحاد من نفس الاتحاد المحلي. ماشي. بمعنى ان بيشارك صاحب الارض، وطبعا دلوقتي الفائز بدوري ابطال افريقيا هو الوداد المغربي، ما ينفعش يشارك فريقين من المغرب. فاللائحه بتقول ان ياخد ثاني افضل لاعب في افضل فريق في البطوله القاريه اللي هو في الوقت الحالي النادي الاهلي، ودي كانت تقررت مرتين، يعني هي مش مجامله للنادي الاهلي، قررت مرتين. الاولى في 2007 كانت اليابان اللي بتنظم البطوله، وقتها فريق اوراوا الياباني كان بطل دوري ابطال اسيا، ساعتها شارك بصفته منظم للبطوله، وساعتها شارك فريق اسبهان طهران الايراني مكان الفريق الياباني على اعتباره ان هو كان وصيف دوري ابطال اسيا، وقررت برضه بعد كده مع فريق جامبا اوساكا الياباني اللي شارك في النسخه الثانيه للبطوله في 2008 على اعتبار ان هو المنظم رغم انه كان الفائز وقتها بدوري ابطال اسيا، ودخل مكانه ايديالد يونايتد اللي هو الاسترالي، ده كان وصيف دوري ابطال اسيا، يعني الامر ملوش اي علاقه بمجامله النادي الاهلي. طيب. لكن اقول لحضرتك على معلومه ربما يعني لاول مره تذاع، كان في من تقريبا من 5-6 ايام كان في اتصال من مسؤولين في الفيفا بالنادي الاهلي، وكلموهم ان فكره ان الاهلي ربما يشارك في كاس العالم في المغرب الفتره الجايه، لان كان في استقرار منذ ايام على منح البطوله للمغرب، على اعتبار ان اخر نسخه كانت في دوري كاس العالم للانديه كانت موجوده في الامارات، فصعب كان يسند التنظيم مرتين ورا بعض الامارات طالما في دوله
المغرب قدمت ملف استضافه، وكان ساعتها في تاكيدات ان الاهلي هيشارك بصفه رسميه كوصيف، وما كانش في كلام حتى ساعتها اتكلموا عن فكره تغيير اللوائح وربما اللوائح يتم تعديلها. قال لك الكلام ده ما بيحصلش في الاتحاد الدولي، حتى لو تعدلت اللوائح هتكون من نسخ مقبله مش النسخه الحاليه. طب استاذ هاني، النادي الاهلي ازاي بيستعد لهذه البطوله؟ البطوله تبتدي يوم 11 فبراير، فاحنا بنتكلم يعني فما فيش اقل من شهرين. هتبقى 1 فبراير. كمان 1 فبراير. طيب الاستعداد زي ما بقول لحضرتك، هل محتاج دعم للعيبه؟ هل محتاج الخط الدفاعي؟ الاهلي ما كانش عنده المعلومه المؤكده ان هو هيشارك في كاس العالم للانديه، فلسه الخطاب واصل منذ ساعات للنادي الاهلي والاتحاد المصري لكره القدم. مباشره الاهلي هيبتدي يخاطب الاتحاد المصري عشان مواعيد المباريات، وبالتالي هيخاطب الاتحاد الافريقي ايضا عشان خاطر مواعيد الفريق في دوري الابطال. وكل دلوقتي الاهلي هيبتدي يعيد حساباته، خصوصا ان هو عايز يعمل انجاز كاس العالم يعوض بيه ان هو فشل في الفوز بكاس بدوري ابطال افريقيا. وبالتالي الصفقات في يناير ربما يكون في تدعيم بشكل اكبر، لعيبه اجانب على مستوى مميز، بحيث ان الاهلي يكون رايح البطوله يقدر يحقق انجاز هناك يساعده في مشواره في بطوله افريقيا المقبله، ان الاهلي بيسعى للفوز بيها. وبالتالي هيكون في معسكر مغلق قبل انطلاق البطوله مع الصفقات اللي هيتم التعاقد معاها في يناير، وبحيث في الاخر ان الاهلي يقدر يعمل مشاركه مميزه زي ما عودنا الفترات اللي فاتت، ويتخطى بقى انجاز الميداليه البرونزيه ويقدر يوصل للمباراه النهائيه باذن الله. صحيح، ان شاء الله ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي المصري في بطوله كاس العالم للانديه اللي جايه في اول فبراير. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا ناقد الرياضي هاني عبد الصبور، شكرا جزيلا على وجودك معانا.